الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك أمور منها: أولا، لأجل شج واستنكار ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني من هدم المنازل في رفح وغيرها، الصلاة على محمد وآل محمد. لأجل شج واستنكار العقوبات ضد الدولة الجارة العزيزة سوريا، الصلاة على محمد وآل محمد. لأجل شجب واستنكار الاعتداءات الصهيونية ضد المتظاهرين والمسالمين، الصلاة على محمد وآل محمد. أحبائي وإخوتي من أفراد جيش الإمام المهدي عجل الله فرجه، ومن أنصار الحق وأتباعه، بل كل محب للمقاومة ورافض للاحتلال والظلم، لا تجعلوا من موتي أو قتلي أو اعتقالي ذريعة لأنهاء ما أنتم عليه من نصرة الحق ومعاداة أهل الباطل، فاستمروا رجاء، فإنه بعين الله والله ناصركم، فأنتم بعين الله والله ناصركم، والإمام المهدي عجل الله فرجه بينكم ومعكم، وأنا إذا ذهب فإني قد قدمت ما يمليه عليه ضميري، فسأذهب وأنا مرتاح. وكما قال السيد الوالد قدس سره، وكما أحيا السيد الوالد قدس سره الجمعات ولم يطيعوه إلا بعد سنوات، فكذلك رفض الباطل ومقاومته سيقومون به عاجلا أم آجلا، فاصبروا حتى يحكم الله، والله خير الحاكمين. أوجه كلامي إلى حوزة النجف الأشرف، حوزة أمير المؤمنين سلام الله عليه ووصي رسول رب العالمين، وأقول لهم: ألا يمكن صدور موقف موحد منكم؟ مراجع وأفاضل وأساتذة وطلاب علم، كما اجتمع إخواننا أهل العلم والتقوى في قم المقدسة تحت لواء قائدهم دام ظله وجزاه الله خير جزاء المحسنين، لاستنكار ما تقوم به قوات الاحتلال من انتهاكات ضد مدننا المقدسة ومقدساتنا عموما. فأهيب منكم يا حوزتي، يا حوزة العلم والتقى، أن تكوني ناطقة بالحق راضية به، رافضة قلبا وقالبا للباطل لا قلبا فقط، فنحن نهيب بها أن تكون في أعلى درجات الإيمان لا أقل إن شاء الله. أوجه شكري الجزيل إلى منظم مهرجان التضامن مع الشعب العراقي سماحة السيد حسن نصر الله، وخصوصا ما دعا إليه من تظاهر مع لبس الأكفان لبيان الاستعداد للشهادة والذود من أجل المقدسات، وأرجو أن يحذو حذو جميع المسلمين كما فعل إخواننا المسلمون في إيران فجزاهم الله خير جزاء المحسنين، فتأييدا لهم الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من هو في ملكه مقيم، يا من هو في سلطانه قديم،
يا من هو في جلاله عظيم، يا الله، يا من هو على عباده رحيم، يا الله، يا من هو بكل شيء عليم، يا الله، يا من هو بمن عصاه حليم، يا الله، يا من هو بمن رجاه كريم، يا الله، يا من هو في صنعه حكيم، يا الله، يا من هو في حكمته لطيف، يا الله، يا من هو في لطفه قديم، يا الله، يا من لا يرجى إلا فضله، يا الله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا الله، يا من لا ينظر إلا بره، يا الله، يا من لا يخاف إلا عدله، يا الله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا الله، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا الله، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا الله، يا من سبقت رحمته غضبه، يا الله، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا الله، يا من ليس أحد مثله، يا الله، يا فارج الهم، يا الله، يا كاشف الغم، يا الله، يا غافر الذنب، يا الله، يا قابل التوب، يا الله، يا خالق الخلق، يا الله، يا صادق الوعد، يا الله، يا موفي العهد، يا الله، يا عالم السر، يا الله، يا فالق الحب، يا الله، يا رازق الأنام، يا الله، اللهم إني أسألك باسمك، يا الله، يا علي يا وفي، يا الله، يا غني يا ملي، يا الله، يا حفي يا رضي، يا الله، يا زكي يا بدي، يا الله، يا قوي يا ولي، يا الله، يا من أظهر الجميل، يا الله، يا من ستر القبيح، يا الله، يا من لم يؤاخذ بالجريرة، يا الله، يا من لم يهتك الستر، يا الله، يا عظيم العفو، يا الله، يا حسن التجاوز، يا الله، يا واسع المغفرة، يا الله، يا باسط اليدين بالرحمة، يا الله، يا صاحب كل نجوى، يا الله، يا منتهى كل شكوى، يا الله، أن تصلي على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أفإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. اللهم صل على نبيك محمد المصطفى وعلى وليك علي المرتضى وعلى الراضية المرضية فاطمة الزهراء بنت نبيك، وصل على ابنيها الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على ذرية الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن، صلواتك عليهم أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن فصل الدين عن السياسة بات أمراً مشهوراً ومطلوباً من الكثير، حتى أن بعض من يدعي الإسلام فيا ترى أي حتى من بعض يدعي الإسلام فيا ترى أي نبي فعل هذا، أو أي رسول فعل هذا، أو أي ولي فعل هذا، أو أي صالح فعل هذا. بل على الإطلاق هم يطبقون أحكامهم وشريعتهم دوماً وفي جميع الحالات، سرا وعلانية وجهرا، في شدة أم رخاء، في سراء أم ضراء، في جميع الصور والحالات، سواء كان حاكما أم محكوما. حتى أنزل الله في كتابه العزيز: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. بل هم يعلمون كل العلم بأن الكتب السماوية، سواء في ذلك القرآن أم التوراة والإنجيل، هي عبارة عن مجموعة من القوانين ودستور للعالمين في حينها، فكلها أوامر ونواهي يجب على الجميع تطبيقها. وكل كتاب من هذه الكتب يكتمل بالكتاب الذي بعده حتى تصل النوبة إلى القرآن الكريم، الكتاب الخالد عبر مر السنين. طبعا لا يعقل أن تكون هذه الكتب ناقصة، وإلا نسب النقص إلى المعصوم سلام الله عليه، بل أكثر من ذلك والعياذ بالله. ولا قائل بذلك على الإطلاق، بل جل جلاله
وسبحانه وتعالى عما يصفون علوا كبيرا له الأسماء الحسنى. أو بتعبير آخر، إذا كانت هذه الكتب لا تضم قانونا أو دولة، قانون دولة أو دستور لتنظيم الحياة، فهي ناقصة والعياذ بالله، وهذا لا يتصور على الإطلاق حتى على مبدأ الفصل أو العلمانية. وليس هذا فقط، بل باتوا يتعمدون إلى مخالفة أحكامهم، فبات الزنا حلالا في بعض القوانين الإجرامية، فمتى كان القبول بالحرام محللا له، ومتى كان فاعل الحرام آمرا بالخير ناشرا للمعروف ومتبعا للسلام. بل السلام هو اتباع الحق ومناصرته، والحرية هي أمام النفس وعدم اتباع هواها والميل معها أينما تميل، قبحها الله. لا الحرية أن أكون حرا أمام من خلقني وغذاني ورباني، فهذا هو عين نكران الجميل. ألا ترى أنهم ما إن كبر أحدهم ترك عائلته وكأنه لا صلة له بهم، أو العكس مثله. في ذلك مثل الحيوانات، مثلهم في ذلك مثل الحيوانات والعجماوات، فإن مسير حياتهم الانفصال عن الأبوين، بل لا بدية ذلك كما هو معروف. وفوق كل ذلك، وهم يربون أولادهم وجيلهم الصاعد لو صح التعبير، والعلم في الصغر كالنقش على الحجر، يعلمونهم على عدم الطاعة وعلى العصيان. أفلا ترى أن قوانينهم يعاقب الأب، أن قانونهم يعاقب الأب الذي يضرب ابنه تأديبا؟ كل ذلك حتى يفككون عوائلهم ويجعلونهم عاصين لمن يجب طاعتهم، وكل هذا ليكون بابا لمعصية الخالق جل جلاله وعلى مكانه. فإن مثل هذه الأمور أقصد به طاعة الأب أو طاعة الرسول أو غيرها مقدمة لطاعة الله، فإذا زالت المقدمة زالت النتيجة. فهم يعرفون مثل هذه الأمور حق معرفة، ولذا فهم يريدون إزالتها، ويبقى العالم منصاعا لهم فقط ليس إلا. لكن ليعلموا أنهم حينما يعلمون أولادهم العصيان وعدم الانقياد، فهم يتعلمونه مطلقا، حتى أنهم سوف لم يطيعوا أوامركم الإرهابية والعدوانية، فها هي أكثر شعوبكم تعلن عدم طاعتها لكم في الحروب والدمار والتشريد، وتعلن عدم محبتهم لكم وتخليهم عنكم في الانتخابات، سواء في ذلك ما يسمى بالرئيس الأمريكي أو رئيس وزراء البريطاني، التي كانت كبيرة للشر يوما ما، وما مصيرها إلا أنها تابعة للشر. فاتعظوا يا من لا عقل لكم، فكليهما باتت شعبيته تتناقص يوما بعد يوم، ما ذلك إلا لسياستهم الإرهابية وأفكارهم في تدمير كل ما هو جميل ولطيف من موافاة ومساواة وأمن وسلام وغيرها مطلقا، ونشر ما هو قبيح ومبغوض لدى الجميع من إرهاب وحروب وتشريد وقتل وارتكاب محرمات ليس إلا. وإنهم إن ادعوا فشل الكنائس في الحكم مثلا، فإن هذا ليس دليلا على فشل الجميع في ذلك، فقد يكون فشل كنيسة أو اثنين عبارة عن فشلهما فقط، وليس تعميم الأمر إلى باقي الكنائس أو إلى باقي الأديان. فإن الإسلام قادر على الحكم في كل الظروف والأزمان مطلقا، بل وإن فشل أحكام الكنيسة لا يمكن قياسه على الإسلام على الإطلاق، فهناك اختلاف كبير جدا، ففشل أحدهما ليس دلالة على فشل الآخر. وإذا قالوا أن التوراة أو الإنجيل لا تضم إلا نصائح أو توجيهات وإرشادات دينية فقط، قلنا إن هذا مما جنت أيديكم من تزوير للتوراة والإنجيل، حتى أنكم تتصورون أنها بين أيديكم ويمكنكم تغييرها حسب ما تشاءون حسب ما تشتهون، ونسيتم وتناسيتم بأن الله نزل الذكر وهو له من الحافظين، وكذلك نسيتم أن النسخ الأصلية موجودة، فلا حجية لما بين يديكم ولما تطبعون. ألا تعصل لكم ولتغييركم كل المفاهيم والأديان والأشكال
أفهذا ما ترمون إليه؟ ثم إني أتصور أنهم التفتوا جليا إلى أن أعمالهم وأكاذيبهم هذه باتت لا تنفع ولا تقدم بل لا تؤخر، إذن فلا بد عليهم من اتباع أسلوب آخر، فهو أما الترهيب وأما الترغيب، فقد استعملوا الترهيب أولا متناسين للترغيب، وكأنه رفع من قواميسهم وكتبهم بصورة نهائية، فلذلك شنوا الحروب تحت غطاء يدعون بأنه شرعي أو قانوني، لكن هذا هي مجرد أمور قدموها لخططهم الخبيثة، ليس إلا كما نوهنا سابقا ولا يمكن التكرار حاليا. لكن أيضا وبعد تصاعد الروح الجهادية وروح المقاومة الإسلامية والإنسانية في الكثير من بقاع العالم، سواء في العراق أو في لبنان أو فلسطين أو أفغانستان أو باقي الدول عموما ضد الكفر والطغيان والاحتلال والدكتاتورية والعمالة المتفشية بين الحكومات والشعوب في زماننا هذا، ويا للأسف، فلذا أن الغرب أو الاستعمار أو الاستكبار قد فكر مليا في الطريقة الترهيبية التي اتبعها، فهو قد فهم أن مثل هذه الأمور قد ينتج منها، بل نتج منها فعلا، ازدياد المقاومة أو ما يسمونه في لغتهم بالعنف، فلذا يجب عليهم لزاما تغيير هذه الطريقة، ولو بطريقة غير مباشرة أو بتعبير آخر، يقولون شيئا ويعملون شيئا آخر، بل ويمكن تطبيق الترهيب والترغيب في آن واحد حسب ما يرون. ولذا فإن تصريحات الكثير منهم وخصوصا كبار الإرهاب الذين يجدون من بعض العرب أرضا خصبة لإلقاء خطبهم ومؤتمراتهم، مع شديد الأسف، فلو أنهم قاطعوهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإبعادا لعدوهم وقوة لموقفهم العربي والإسلامي الأصيل. لكن فقد أسمعت لو ناديت حيا، لكن لا حياة لمن تنادي. وقد يسمون هذا بالتحرر والانفتاح، أفمعناه الانفتاح على الإرهابيين والمعتدين والذين يقتلون إخوانكم في مشارق الأرض ومغاربها انفتاحا وتحررا؟ بل هو موالاة لأهل الباطل وإعانة لهم على الإثم والعدوان، لكنهم قوم بعيدون عن مثل هذه المعاني السامية، مع شديد الأسف. عموما فإن تصريحاتهم أي كبار الشر بأنهم يريدون نشر المساواة في العالم، يمكن أن يجاب بما نصه: أي مساواة تدعو لها يا كبير الشر؟ أتعذيب الأسرى رجالا ونساء هي المساواة؟ أم ارتكاب للمحرمات هي المساواة؟ أم نشر الحروب في الشرق الأوسط لإبعادها عنكم هي مساواة؟ يا ترى أم الوقوف مع الإرهاب إشارون؟ ولا أقول اليهود ضد الفلسطينيين وغمط حقهم في العودة وفي بناء دولتهم الكاملة المتكاملة هو العدل والمساواة؟ أم نشرك للحروب الأهلية والطائفية هي العدل والمساواة؟ أم إبقاء العالم الثالث كما يسمونه أو الشرق الأوسط في بحبوحة الجهل كما تحاولون، مع أنكم تزجون بالعلوم والتكنولوجيا الإرهابية وغيرها هو العدل؟ أم امتلاككم للأسلحة دون غيركم هو العدل أم المساواة؟ ثم بعد ذلك كله، هل يمكنكم أيها الثالوث المشؤوم القول بحكم الأمم المتحدة أو مجلس الحكم إذا كانت ضدكم، أو ليس لصالحكم إن فعلت الأمم المتحدة مثل هذا؟ ولن تفعل، بل إن فعل فهو ليس قرارا بل نصيحة، ليس إلا فإنها لكم تابعة، فإنها لو قبلت باحتلال أحد بلدانكم فماذا يكون الرد يا ترى؟ والدليل على عدم قبولكم بقراراتها وما فعله مؤخرا شارون من عدم سماع قولها لإنهاء الانتهاكات ضد إخواننا الفلسطينيين من هدم وتشريد وقتل، فهل أطاعهم؟ بل لا يمكن أن يطيع، لأنه يعتبر نفسه غير تابع لها، بل هي تابعة له، فأين هذا من العدل والمساواة يا ترى؟ وها هم اليهود يتظاهرون ضد حكامهم، وما ذلك إلا دليلا على فشل حكوماتهم وأنظمتهم العلمانية
أو ما يدعون من فصل الدين عن السياسة أو العكس، فهم لا يعرفون الفرق بين الفصل الدين عن السياسة أو السياسة عن الدين، لأنهم أقل من أن يفهموا مثل هذه الأمور، حيث أنهم ينظرون بعين واحدة لا اثنين، فهم الأعور الدجال قاتلهم الله أنى يؤفكون. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعرات بشرت بالنصر، يعرات بشرت بالنصر، لاح النصر مثل الشمس، ظل وجه المقتدى لقمة المحتل درس، ما ينسى يظل للأبد، خلي يحسب حساب الرجل. هالسيد ثورة السيد ضد المحتل والمحكوم، سيد ثورة السيد ضد المحتل والمحكوم، سيد ثورة من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، وبما أعصيك مولعة، ولسخطك متعرضة. تسلك بي مسالك المهالك، وتجعلني عندك أهون هالك. كثيرة العلل طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع، وإن مسها الخير تمنع. ميالة للعب والله، مملوءة بالغفلة والسهر، تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. إلهي أشكو إليك عدوا يضلني، وشيطانا يغويني، قد ملأ بالوسواس صدري، وأحاطت هواجسه بقلبي، يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا، ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا، وبالرين والطبع متلبسا، وعينا عن البكاء من خوفك جامدة، وإلى ما ييسرها طامحة. إلهي لا حول لي ولا قوة إلا بقدرتك، ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك، فأسألك ببلاغة حكمتك ونفاذ مشيئتك ألا تجعلني لغير جودك متعرضا، ولا تصيرني للفتن غرضا، وكن لي على الأعداء ناصرا، وعلى المخازي والعيوب ساترا، ومن البلاء واقيا، وعلى المعاصي عاصما، برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تقاتلوا قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة القائم المهدي صلواتك عليهم أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. البعض يشكك في أن قوات الاحتلال هي من ضربت واعتدت على قبة الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أمير المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، لما تبدي قوات الاحتلال من تبري من هذه الجريمة النكراء، ومن أنها ملتزمة بالخطوط الحمراء، ومن أنها تحترم المناطق المقدسة. وكم من ساذج، وكم من تابع لهم، وكم من جاهل، وكم من حاقد يصدق مثل هذه الأمور، حتى أنهم وبسبب هذه التشكيكات نسوا وتناسوا الدفاع عن مقدساتهم والأمر بالجهاد وغير ذلك. لكن أقول أنهم يتمسكون بكل شيء
حتى الوهم والكذب من أجل إطالة أعمارهم وبقائهم في بيوتهم ومنازلهم ساكتين. فهي دخلت أولا تحت غطاء إدخال عملائهم من محافظ ومن مدير للشرطة كما يعبرون، فأسكتوا الرأي الشرعي والشعبي لو صح التعبير، وأدخلوها ودخلوها ثانيا من جهة المقابر وجهات أخرى، ولم ينبس أحدهم منهم ببنت شفه جهلا منهم بالخطوط الحمراء التي خطها الله لنا لا غير بطبيعة الحال. فأين هي الخطوط الحمراء؟ لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم. فإنهم يريدون تصوير الخطوط الحمراء هي نفس المرقد ليس إلا، وإن كان هذا هو الحق، أي أن المرقد الشريف هو الخط الأحمر، وهو أمر خاطئ أكيدا ولم يقل أحد به على الإطلاق، فهو قد اعتدي على قبته الشريفة التي تستحق إراقة الدماء من أجل حمايتها. فأين يا ترى هي الخطوط الحمراء؟ والله لو اعتدي على نفسه الضريح لم ينبسوا بكلمة على الإطلاق، فهم أقرب للخوف منهم للشجاعة والإقدام كما فعل سابقا بمقدساتنا. فهل من كما فعل سابقا بمقدساتنا فهل من متكلم؟ فقد اعتدى الهدام عليها. لا من متكلم إلا من أمر بالجهاد أثناء ما يسمى بالانتفاضة الشعبانية، وهما المرجع الكبير السيد عبد الأعلى السبزواري وسيدنا وولينا الصدر المقدس قدس الله أسرارهم أجمعين. بل البعض الآخر حرم قتل البعثيين لأنهم مسلمون وما أبعدهم عن الإسلام، والقسم الآخر أو البعثيون في منازلهم، فاسألوا أهل البلدة في حينها وهم يخبروكم، أفمثل هؤلاء يدافعون عن بلدهم؟ لا وألف لا، هم محبون للدنيا مبغضون للتضحية ليس إلا، وهم يصدقون ادعاءات المحتل الكافر الفاسق من أنه ليس هو المعتدي، ولا يصدقون قول جيشنا البطل جيش الإمام المهدي عجل الله فرجه. فهل هذا ما أمرنا الله به؟ عموما فعلى كلا الحالتين فأنتم مقصرون أكيدا أمام الله وأمام مجتمعاتكم ككل. أما إذا صدقتم المحتل فقد خالفتم أوامر الله من عدم السماع للكذب، فأنتم سماعون للكذب أكالون للسحت، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وها أنتم أصبتم جيش الإمام بالجهالة والباطل وستندمون كل الندم، فهو نص كلام ربنا لا مبدل لكلماته: وإن صدقتم قول جيش الإمام المهدي عجل الله فرجه، فينطبق عليكم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فأين الخطوط الحمراء يا ترى؟ مضافا إلى أنكم إذا اعترفتم بشيء وهو أن الاحتلال أي عدو الله وعدوكم قد اعتدى على مقدساتكم، فقد ألزمتم أنفسكم بالدفاع عنها ولم تفعلوا، فاسمعوا وعوا أيها الناس، هذه مقدساتكم قد اعتدي عليها، فهل أنتم منتهون؟ ويا أيها الغافلون والجاهلون من أبناء الشعب العراقي، يا من أنتم أقرب للكفر منكم للإيمان، ألم تكونوا تساقون كالخراف لحرب ضارمة ضروس دامت 8 سنوات بين الحق والباطل، وأنتم جعلتم الحق باطلا والباطل حقا فاتبعتموه وسكتتم عنه ولم تتفوهوا بكلمات ضده لا من قريب ولا من بعيد؟ كنتم تذهبون لقتال إخوانكم المسلمين في إيران وبعدها إلى قتال إخوانكم في الكويت، الدولة التي كانت صديقة لصدام عدوة لنا، وهي الآن صديقة للمحتل عدوة لنا مع شديد الأسف. فإن قلتم كنا مجبورين، قلنا إذا أجبركم الظالم والظالمين أفلا يجبركم الحق أن تتبعوه؟ أقصد بالإجبار هنا أي الانقياد له، أليس الحق أحق أن يتبع؟ أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي ألا أن يهدى؟ لكنكم قوم تجهلون. كل هذه المظالم ولم تتفوهوا ببنت شفه، ومن تفوه أمثال شهدائنا وشهدائكم الأبرار من آل الصدر أي الشهيد الأول والشهيد الثاني قدس الله أسرارهم، كان مصيرهم التخليد والشهادة
وهم أحياء عند ربهم يرزقون. بل أكثر من ذلك كله، فإن صدام يدعي أنه حارب أمريكا ذي بد، أي في حرب الخليج أو عاصفة الصحراء، فاتبعتموه وكأنكم لا تملكون لأنفسكم نفعا ولا ضرا، ولا تتكلموا ضده إطلاقا، إلى أن نظم علماؤنا الناطقون الذين قد ذكرناهم سابقا انتفاضة قد قمعها الظالم آنذاك. لكن ليس هذا المهم، فأنتم قد سكتتم عنها، أي عن صدام على أقل التقادير، إلا المؤمنين الذين لا يرضون بالباطل في كل الدهور والأزمان، فإنهم استمروا في المقاومة والتصدي للباطل، وآخرها ما حدث بعد استشهاد مرجعنا الصدر قدس الله سره، وقمعت أيضا وأكثر المقابر الجماعية منها ومن الانتفاضة السابقة عنها، لكنكم عنها غافلون. وسكتتم عن كل هذا، لكن حينما هبت وبانت بوادر الحق وبانت بوادر الفرج بأن دافع أهل الحق عن حقوقهم، وذلك بما نحن فيه من حرب بين الحق والباطل، ولا شك في ذلك، أفجيش الإمام المهدي عجل الله فرجه باطلا والمحتل حقا؟ ما لكم كيف تحكمون أينما تدعون أنكم مناصرون للإمام؟ فها هو جيشه، أو قل قاعدته إن شاء الله، وأنصاره هبوا بوجه الظلم والظالمين والكفر والكافرين، أفتتبعون المحتل وتتركون الإمام؟ إنكم إذا لقوم جاهلون. والله إنا ندافع عنكم وعن مقدساتكم وبلدنا ومراجعنا قربة إلى الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ولا أريد منكم منصبا ولا كرسيا، فإني تركت الدنيا لأهلها، لو كنت أريدها فإنهم عرضوا علي ذلك فأبيت. أفيلبسني ثوب الحكم من لا ثوب له ولا حق له ولا حكم له؟ ألا إن الحكم لله ولرسوله وللمؤمنين. أهذا ما أسعى له؟ إنهم من الباطل وإلى الباطل، أفأتبعهم؟ لا، إني عدو لهم إلى يوم الدين. وهذا الكلام لا أقصد به أحدا بالتحديد، بل أقصد به كل مقتنع بالباطل. قد أغوى الشيطان، أغواه الشيطان وزين له سوء عمله. فيا إخواني، أن المحتل إذا تمكن منكم فهو لأبنائكم قاتل، وعلى نسائكم معتدي، ولمدنكم محتل، فهو قد أعلن عدم خروجه بعد تشكيل الحكومة كما يقولونهم. وهذا ما يكررونه مرارا، وليس بالأمر الجديد، فهو ليس بعد ما وقع من مقاومة ضدهم، بل إني قد سمعته عبر الشاشات منذ أشهر، وهذا لا ينكر على الإطلاق. إذن فإن طرفي القتال هم الحق والباطل. اللهم فارني الحق حقا فأتبعه، والباطل باطلا فأبتعد عنه، ولا أواليه لا من قريب ولا من بعيد. اللهم وطهر لساني من الكذب والتعدي على أهل الحق، اللهم وطهره من الخيانة والعمالة يا رب العالمين، وإلا كنتم من الهالكين. هذا ما يجب أن تدعوا به الله جل جلاله وعلى مكانه، وإلا فأنتم في روض الندامة ترتعون. وأستغل هذه الفرصة لأوجه كلامي إلى الجميع بلا استثناء، وأقول إن مكر أمريكا بل الثالوث المشؤوم مكر قد ينطلي عليكم، فلا تجعلوا من هذه الأمور ذريعة لتفككنا وتفرقنا عن حقنا في الدفاع عن بلدنا ومقدساتنا. فلا مهادنتهم تنفع ولا السياسة معهم تنفع، فهم عبارة عن مكر وخديعة ليس إلا، وتفاعله مع القضية وهو استنكار ما قام به المحتل من الاعتداء على مدينة النجف وكربلاء، وكذلك الاعتداء على قبة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن عموما، إن كان الرد صغيرا لما وقع من انتهاكات ضد مقدساتنا وضد القبة الشريفة، وهذا يقتضي تكرارهم لهذا الفعل، والسبب عدم الموقف الحازم والموحد، وهو السبب المتعارف دوما، فإن الاستعمار والاحتلال تعود منا الاستنكارات الخطية فقط أو السكوت، فلذا لا يخاف أن يتعدى على مقدساتنا لعدم الرادع لهم عن مثل هذه الأمور. فألفتكم إلى مثل هذه الأمور، فإن كنتم أحياء فأنتم تسمعون، وإن كنتم أمواتا فلا تتعظون. والناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، لكن بعد فوات الأوان. لكن أرى من واجب القول
إبراء لذمتي وإيقاظا لكم من سباتكم الطويل الذي لا أعلم متى سينتهي، وأتمنى أن تكون نهايته قد حانت. فحوزتنا ناطقة وذات روح جهادية، فما أعدى عما أعبدا فأنتم الأكثرية، فإن كنتم الأقلية فإن كانت الأقلية من المؤمنين غلبت فئة كثيرة، فكيف الأكثرية يا ترى؟ ألا تقرؤون القرآن أم لا تتعظون؟ وإني لأخص بالشوق إخواننا أهل السنة من هيئة علماء المسلمين لما أبدوا من تعاون وتكاتف واستعداد للتعاون حتى من ناحية القتال، وليعلموا أن البلد بلدهم والمقدسات مقدساتهم. فكما أني أستنكر الاعتداء على مسجد أبي حنيفة وأبدي استعدادي للدفاع عنه وعن جميع العراق بلا استثناء، فهم كذلك، وسيبقى قلبي لهم محب وشاكر لهذا التعاون حتى بعد الممات، وإنه لنصر من الله وفتح قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.